من جديد برحب بك يا كابتن هيثم وبكل ضيوفك الكرام في الاستوديو وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. ويمكن في هذه اللحظات يا كابتن هيثم طبعا بعد يعني فوز النادي الاهلي على نادي الزمالك النهارده بثلاث اشواط مقابل شوط، يمكن معايا واحده يعني من نجمات المباراه النهارده كابتن ساره امين. طبعا يا ساره برحب بك في البدايه على شاشه قناه النادي الاهلي، وفي البدايه طبعا عايز ابارك لك على المباراه النهارده، ويعني شايفه المباراه النهارده ازاي وطبعا وصعوبه المباراه عليكم يعني نفسيا اكتر من اي حاجه ثانيه، اكتر من مثلا من الاداء طبعا لعيبه النادي الاهلي. اول حاجه الله يبارك فيكي، احنا الماتش ما كانش فعلا زي ما انت قلتي في فني، هو بس كان عامل نفسي اكتر من ان هو فني. احنا الناس اللي بتلعب قدامنا حافظينها ولعبنا معاهم طول حياتنا، بس احنا في الاول كان في حته توتر، حته لسه اضطرابات، لسه في حاجات مش مظبوطه، بس بعد كده قدرنا ان احنا نتغلب على الحاجات دي واحده واحده بتعليمات طبعا كابتن حمدي من بره، ارسالات فين نلعب على مين ازاي وكده، بس قدرنا ان احنا ان شاء الله الحمد لله يعني نتغلب عليه الحمد لله. انا عايزه بقى اعرف منك كابتن حمدي الصافي يعني خليكم ازاي تستعدوا للمباراه دي، سواء يعني على طبعا مستوى التدريب وكده وعلى المستوى النفسي، يعني في المعسكر مثلا كان بيتكلم معاكم يقول لكم ايه؟ طبعا قبل المعسكر بقى قبلها باسبوع كده كنا مركز على نقف فين في الدفاع، نقف ازاي نلعب ارسالات على مين، لازم على طول كان بيركز على الارسالات القويه. قبلها باسبوع كنا بالظبط عارفين حافظين احنا هنعمل ايه. ده بقى بعد كده في المعسكر قعدنا كتير قوي محاضرات وتكنيكال ميتنجز كتيره قوي قوي بنشوف فيها اتجاه ضربهم عامله ازاي، لعبهم طريقه لعبهم عاملين ازاي، عشان المحترفات كمان احنا مش عارفينهم قوي ما لعبناش ضدهم قبل كده، بس الحمد لله قدرنا ان احنا نتغلب عليها واحده. ان شاء الله يا ساره. طبعا انا شايفه ادائك كل وانت وكل لعيبات النادي الاهلي يعني طوال المباراه من اول شوط لحد اخر شوط ما شاء الله يعني اداء ولا اروع، يعني اداء قوي منكم. طبعا يمكن خلاص المباراه دي انتوا وهتقفلوا الصفحه دي واكيد هتركزوا في المباريات القادمه ان شاء الله، هتستعدوا زي باقي الماتشات في دور التمهيد. طبعا زي ما قلتي ما فيش يعني الماتش ده ولا اي حاجه، هو يعني مش هيفرق في حاجه، ده بس احنا عشان يعلينا نفسيا طول السيزون بس، فالحمد لله يعني ان احنا قدرنا ان احنا نتغلب على الماتش ده الحمد لله. كان مهم قوي بدايه الماتش اهلي وزمالك مهمه قوي، لسه هنلعبهم الاسبوع الجاي ان شاء الله برده الاثنين الجاي عندهم في الزمالك، هيبقى ماتش قوي ان شاء الله نقدر نتغلب عليه ان شاء الله. ميرسي، بشكرك جدا وببارك لك تاني اكيد. ميرسي. كده طبعا كابتن هيثم كان لقائنا مع ساره امين واحده من نجمات النادي الاهلي والنجوم يعني مباراه اليوم، والان العوده مره اخرى للاستوديو. الكلمه ليك يا كابتن هيثم، تفضل.